لمعالجته. نفكك الهاتف ثم ننزع عنه البطارية هكذا، أيضا ننزع الكارت سيم ثم نضعه جانبا، نأخذ البطارية والهاتف ثم ستفاجئون سنأخذ الأرز. هذا هو الأرز كما ترون، نأخذ كمية منه لكي سأضعه أنا في البلاستيك، ثم نأخذ الهاتف والبطارية لكن لا نجمعهما معا، ثم ندخلهما في الأرز. الآن نثبت الهاتف في الأرز كما ترون، هكذا كما ترون أحبابي في الله، وبعدها نضعه في مكان دافئ ثم ننتظر 24 ساعة.